السلام عليكم. ربما يصعب أن تجد اليوم مجموعة من المراقبين يختلفون بشأن وجود فراغ استراتيجي كبير في المنطقة العربية كما كانوا يفعلون من قبل. فالتحولات السياسية والاضطرابات الأمنية وتراجع دور دول عربية مركزية وسقوط أنظمة سياسية أخرى وكذلك تقلص نفوذ أو اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة كلها إلى جانب غياب الشرعية السياسية لكثير من هذه الأنظمة وهو الأهم، كلها عوامل كشفت العرب استراتيجياً وأوجدت ثغرات سيادية نفذت منها قوى إقليمية ودولية للبحث عن مصالحها وموطئ قدم لها في قلب المنطقة العربية. ومما قد يفسر هذا الكلام عملياً قول مسؤول إيراني متفاخراً إن طهران تسيطر على 4 عواصم عربية. نبحث في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب أسباب ومظاهر هذا الفراغ الاستراتيجي في المنطقة العربية والخطر المتأتي من استمراره، كما نتطرق إلى سبل تكوين سلطة أو قوة عربية صلبة تملأ الفراغ الناشئ أو تزاحم على الأقل القوى الأجنبية على ملئه. أهلا بكم. لم تعد القضايا العربية الملحة التي تتعلق بشكل مباشر بالأمن والاستقرار حالات منفردة تتصل تارة وتنفصل تارة أخرى، بل وصلت إلى مرحلة من الفوضى لا تحكمها القوانين الدولية، فتداخلت كل القضايا بشكل يثير المخاوف لدى الجميع. مراقبون أكدوا أن الفراغ الاستراتيجي العربي أصل كل الأزمات التي تضرب الدول العربية في الأوقات الراهنة، ذلك أن الأمن القومي العربي ما زال يجري التعامل معه بمنطق التجزئة إلى ملفات متفرقة، في حين أن الخصوم يوظفون هذا الوضع لصالحهم مخترقين الجسد العربي. ملء الفراغ الاستراتيجي هو الخطوة الأولى على أول الطريق الصحيح، وهو كفيل بإزالة الكثير من أسباب الأزمات العربية، وإن بدت منفصلة جغرافياً ومتباينة من حيث طبيعتها وظروفها وهوية الأطراف الفاعلة فيها، فإن ثمة خيطاً واحداً يجمعها وتوحدها عناصر مشتركة، فالأغلبية الكاسحة من هذه الأزمات نتاج مباشر لظاهرة الفراغ الاستراتيجي. في خضم ذلك أفرزت الثورات العربية الكثير من الأحداث والتغيرات والصراعات الخطيرة التي كان من شأنها إسقاط حكومات وكيانات سياسية ومنظومات أمنية كانت تتحكم في أعداد هائلة من السكان، لتترك في بعض الدول العربية فراغاً خطيراً أصبح فيما بعد محوراً للصراعات في المنطقة، وهيأ الفرصة أمام أطراف كثيرة لانتزاع مواطئ أقدام لها وإعادة رسم خرائط جديدة للمنطقة ومن ثم تحصيل الغنائم. غياب الجدية في مناقشة القضايا الاستراتيجية العربية في سياقها الشامل وعدم اتخاذ القرارات الصحيحة زاد من حجم المخاطر التي تواجهها كل دولة، فأصبح التعامل مع هذه المخاطر بطريقة ردود الأفعال وعقد الجلسات والمناقشات التي لا تصلح كاستراتيجية لمجابهة التهديدات أو الاستعداد لها في الوقت الذي يخوض فيه العالم صراعات لملء الفراغ الاستراتيجي الذي تتركه الدول الضعيفة. إذن عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيوف الحلقة. معي في الاستوديو الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، كما ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من مدينة طرابلس اللبنانية الدكتور أسامة كبارة رئيس المركز الإعلامي للتنمية البشرية ودراسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بك دكتور. وينضم إلينا أيضا من مكة المكرمة عبر الهاتف الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية، مرحبا بك، وأجدد الترحيب بضيوفي الكرام جميعا. لو نبدأ بالاستوديو الآن، يعني قبل انطلاق الانتفاضة العربية قبل عقد من الزمان كان هناك خلاف بين المراقبين والمختصين والخبراء بشأن وجود فراغ استراتيجي في المنطقة العربية من عدمه. الآن بفعل بعد ما حصل تراجع دول عربية مركزية ومهمة في المنطقة، انكفاء دول أخرى، سقوط أنظمة سياسية، اضطرابات أمنية، انكفاء الدور الأمريكي في المنطقة، هل يمكن القول إن الفراغ الاستراتيجي أصبح حقيقة لا تخطئها العين في المنطقة أم ما زال الأمر بين أخذ ورد؟
أولا شكرا على اختيار موضوع الحلقة. ثانيا أعتقد أن ظاهرة الفراغ للصيغ العربي أصبحت واضحة للعيان ولا يمكن الجدل بشأنها أو لا يمكن التقليل من تأثيرها ومن يعني تداعياتها على المنطقة العربية. لكن دعني أبدأ بمقدمة بسيطة. هذه الأزمة تتعلق بأزمات هيكلية في الحقيقة في بناء الدولة العربية. يعني نعاني مشكلات حقيقية من بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية بعيد الحرب العالمية الأولى. وهذه الأزمة بنيوية وليست طارئة، ولذلك هي مستمرة على مدار عقد تقريبا قرن كامل وربما لفترات قادمة. شيء آخر مهم، الدولة العربية الوطنية التي بنيت في أعقاب الاستقلال بين قوسين الشكلي بقيت دولة هشة. طب لو أذنت لي يعني على نفاسة ما تقوله، لكن قبل هذه فقط نقطة منهجية أستاذ أمجد، يعني لو تحدثنا أنت يعني قل بأن المسألة باتت واضحة ولا جدال ولا مراء في هذا الأمر، مظاهر هذا الفراغ الاستراتيجي، هذا غياب السلطة العربية، كيف تبدو لنا؟ سأعطيك عدد من الأمثلة على ذلك. أول شيء، وجود القواعد العسكرية الأجنبية في غير مكان في العالم العربي، موجودة في منطقة الخليج العربي، موجودة في البحر الأبيض المتوسط، موجودة في أماكن محيطة بالعالم العربي، وهذه بطبيعة الحال تقيد إمكانيات العرب وتقيد إمكانيات تأثيرهم في البيئة المحيطة. أضف إلى ذلك غياب القيادات العربية الاستراتيجية، يعني نحن الآن لا يوجد كاريزما عربية تقريبا بعد جمال عبد الناصر وبعد صدام حسين، ربما لا يوجد زعيم عربي تستطيع أن تستمع إليه لمدة ساعة مثلا وهو يتحدث، لا يوجد عناصر جذب. يعني أنت متفائل كثير في موضوع الساعة، قد يعني ربما حتى نصف ساعة أو غيره. ويعني إذا وجد هذا الشيء يكون عادة من قيادات محلية، يعني قيادات أصغر، يعني مثلا زي خطاب يحيى السنوار بعد حرب غزة. ربما هذا مثال لما أقول أنه المتحدث يكون قادراً على أن يخاطب المستمع ويعني يلبي أشواقه إلى الحرية والعدالة والاستقلال الوطني وأن تملأ الفراغ الاستراتيجي ولا تترك المنطقة نهباً للآخرين. من المظاهر المهمة جداً وقوع عدد من الدول العربية تحت الاحتلال المباشر. يعني إحنا زمان كنا نتكلم عن القضية الفلسطينية، الآن للأسف لدينا احتلال في العراق، لدينا احتلال في سوريا أيضاً، هو احتلال روسي إيراني مزدوج ربما، ويمكن أن يسميه البعض نفوذا أو شيء من هذا النوع، لكنه بشكل من الأشكال يتضمن وجود قوات عسكرية أجنبية على أراضي عربية. لدينا دول عربية أجزاء منها محتلة مثل لبنان، لدينا أيضا دول مثل المغرب لديها نزاعات حدودية أو نزاعات مشكلات استعمارية مع إسبانيا وهكذا. لدينا دول انقسمت بالمناسبة الفترة الأخيرة مثل السودان في عام 2010، انقسم إلى شمال السودان وجنوب السودان. بشكل عام من المظاهر أيضا فشل الدولة الوطنية العربية أو الدولة الحديثة على كل الصعد تقريبا، الفشل التنموي، الفشل السياسي، الفشل الأمني، الفشل الاجتماعي، ظاهرة هجرة العقول إلى الغرب، الاغتراب، مشكلات الاجتماعية العديدة، كل هذه تؤشر إلى هذا الفراغ. من المؤشرات المهمة استمرار الأنظمة الاستبدادية في حكم العالم العربي رغم عجزها الشديد عن مواجهة الخارج. يعني كأنهم يقولون يعني أسد علي وفي الحروب نعامة، هم لا يستطيعون أن يواجهوا الخارج ولذلك يركزون على قمع الداخل. لكن أستاذ أمجد، يعني ثمة من يتحدث في مستوى آخر بجانب هذا المستوى الذي تحدثت إليه، أريد أن أبني على كلامك لأسأل الدكتور أسامة كبارة في طرابلس، يعني هل ثمة علاقة عضوية أو جدلية أو علاقة من نوع ما بين النفوذ الأمريكي في المنطقة تقلصا أو تمددا وبين الانكشاف الاستراتيجي العربي؟ هلا هو يعني إذا يعني أردنا أن نربط هذه بتلك، يعني نربط النفوذ الأمريكي بقضية الغياب الاستراتيجي العربي، حقيقة أن المنطقة العربية منذ سقوط الدولة العثمانية كما أشار الأخ الزميل هي أساسا تعرضت لنفوذ عدة دول. يعني أول شيء كان هناك ما نسميه بفرنسا الكبيرة أو الإمبراطورية الفرنسية، ثم الإمبراطورية الإنجليزية وما نتج عنها من اتفاقية سايكس بيكو التي هي عبارة عن خطة أوروبية وليست خطة أمريكية. يعني بالحرب العالمية الأولى الولايات المتحدة لم تدخل في قضية تقسيم المنطقة العربية في هذا الموضوع، بل بالعكس كانت مبادئ الرئيس ويلسون العشرة، يعني كان يدعو إلى تحرير الشعوب في تلك الفترة. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية حصل ما يسمى بوراثة الإمبراطورية البريطانية أو الإمبراطوريات الأوروبية كلها، فدخلت الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بنفوذها وخاصة مع النفط و قوة النفط وارتباطه بالشريان الاقتصادي العالمي، وبالتالي أصبح الحضور الأمريكي حضورا قويا
وربما تجسد من خلال حتى الانقلابات العسكرية في الأنظمة العربية، والتي كانت تدعي شيء ولكنها في الواقع كانت ترتبط ارتباطات سياسية معينة. من هنا جاء الحضور الأمريكي للإمساك بقضية الحراك السياسي في المنطقة عمليا، وخاصة من خلال الصراع العربي الإسرائيلي الذي أعتقد أنه لم يكن حقيقة صراعا جديا يعني في هذا الأمر، ولكن على الأقل كشف سوءة الواقع العربي أو كشف الضعف العربي في هذا الموضوع، بحيث أنه العرب لم يستطيعوا في هذه القضية التي تمثل تحديا كبيرا لهم أن يفعلوا شيئا. ثم جاء بعد ذلك الحقيقة قضية الغزو العراقي للكويت، والذي ترجمه رئيس وزراء إسرائيل في تلك الفترة إسحاق شامير، ووجه كلمة إلى العالم العربي ببساطة وقال على الدول العربية أن تدرك تماما بأنه لم يعد هناك مجال لأي احتمال في التفكير بفكرة صراع مع إسرائيل، يعني اعتبر أنه النظام العربي بعد غزو الكويت ودخول الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الثقل العسكري الكبير، نصف مليون جندي أمريكي مع 40 دولة دخلت، أصبح هناك تقريبا انهيار للنظام العربي بشكل كامل، وبالتالي يعني لم يعد هناك أي حضور للعالم العربي. وجامعة الدول العربية الغريب بالأمر أنه بدل ما تحاول يعني تقوي القرار العربي أو أنه الأخطار تزيد من تقارب الأنظمة العربية والحكام العرب، نلاحظ أنها أخذت تأخذ قرارات باستدعاء القوات الأجنبية سواء الأمريكية أو غير الأمريكية، وهذا ما تحقق من خلال دعوة القوات الأمريكية بعد غزو الكويت، أو من خلال دعوتهم للنزول في ليبيا منذ حوالي يعني سنة 2011. وبالتالي الجامعة العربية المجسدة للقرار العربي وللحضور العربي لن يعد لها أي قيمة، يعني أن حتى أحد المراقبين الدوليين قال أن الشرق المتوسط أو أن البحر الأبيض المتوسط المتواجد فيه النفوذ العربي والحضور العربي، كل الدول تستطيع أن تتحدث بمصير الشرق الأوسط ما عدا الدول العربية اللي هي أساسا هي موجودة في منطقة الشرق الأوسط. طيب. يعني كل الدول تستطيع أن تفكر في هذا مستقبل هذه المنطقة ما عدا الدول العربية المقيمة في هذه المنطقة. طيب لو تحولت إلى مكة لأسأل الأستاذ عبد الحفيظ، يعني فريق آخر من المراقبين، وهذا مستوى ثالث من الحديث أستاذ عبد الحفيظ، يرى الأمور أبعد من ذلك، يرى أن النظام العربي الرسمي بأركانه سابقا في مصر، سوريا، السعودية والعراق تضعضع وتفكك بدءا من دخول الأمريكيين إلى العراق، يعني كان إسقاط بغداد، نظام السياسي في بغداد كان النقطة الأخطر في موضوع الفراغ الاستراتيجي العربي أو الاستراتيجية العربية، وأن مصر وسوريا والسعودية لم يستطيعوا ملء هذا الفراغ الناتج عن سقوط البوابة الشرقية التي دخلت معها كل رياح الاحتلال سواء كان من إيران أو غير إيران. هل ترى الأمر على هذا النحو؟ أهلا وسهلا بك أستاذ جهاد وبضيوفك الكرام. أهلا وسهلا بك. دعني أستاذ جهاد يعني نستعرض يعني ونبسط الخريطة الجيوسياسية يعني حتى نجيب على هذا السؤال. يعني أنت يجب أن تقسم التاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية، ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي واليوم، يعني ثلاثة حقب. ما بعد الحرب العالمية الثانية الحقيقة يعني كان هناك حرب باردة، وكانت الولايات المتحدة يعني كانت يعني ترى في جمال عبد الناصر يعني أنه إيش ممكن أن يكون المهيمن على المنطقة، وكما ذكر ضيفك الذي يعني كان مغرم بالخطابات الشعبوية، لكن حينما نحن ندرك في حرب 56 دعمت الولايات المتحدة جمال عبد الناصر، لكن في حرب الستة أيام لم تدعم جمال عبد الناصر وتحول إلى الجانب السوفيتي. طبعا بعد حرب 73 يبدو أنه أدركت الولايات المتحدة أن المحيط العربي عدو للكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني خط أحمر، فاتجهت يعني الولايات المتحدة
لاستدعاء الحقيقه الحروب الدينيه التي كانت في اوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت. وتم يعني الصلح استفاليا في عام 1648. نحن نعرف ان الحروب الدينيه يعني يتبادلون الغزوات ولا يمكن ازدهار اي اقتصاد. وطبعا اتت بالثوره الخمينيه، طبعا عندنا دعم الاخوان المسلمين يعني الثوريين، وترك طبعا الحلفاء التقليديين. اعتقد ان الولايات المتحده نجحت في ذلك. طبعا انتهى هذا يعني هذا الاستدعاء بغزو العراق كما انت الان في سؤالك. بالفعل انكشفت الدول العربيه، اصبحت مكشوفه على ايران، تركيا، اسرائيل. وبدا طبعا فيما بعد في ثورات الربيع العربين 2004 اللي هي الشرق الاوسط الجديد والكبير ثم الجديد على يد طبعا في عهد بوش الابن. واتت ثوره ما يسمى بثورات الربيع العربي التي عززت يعني حتى يعني اوباما قال كلمه عجيبه جدا، قال يعني لن نقبل احد يعني انتقد الشعوب العربيه، قال الراكبين بالمجان. يعني لا يمكن ان تكون تستمر الولايات المتحده امتدادا عن المنطقه. انا اعتقد في الفتره الحاليه بعد ثورات الربيع العربي العرب يعني التقطوا الراكبين بالمجان. ولاحظ في عهد ترامب يعني مقابل ان ينسحب ترامب من الاتفاق النووي، اقام العرب يعني صلح يعني جزئي مع اسرائيل لكي يثبتوا بان لترامب، رغم انه في هناك يعني المبادره العربيه من 2002، لكن اسرائيل لم تقتنع بها ولم تهتم بها ولم ترعاها اي اهتمام. ففي عهد ترامب في هناك تحول، بدات تصعد السعوديه، بدا هناك يعني حينما انسحب طبعا ترامب من الاتفاق النووي، مقابله اقام العرب يعني صلح جزئي، وان كان هناك دول عربيه كثيره غير لا تفهم هذه الجزئيه تماما. اتى طبعا بايدن، وبايدن طبعا اتى بهجوم على المملكه العربيه السعوديه بالهجوم الكاسح، وايضا على مصر، وايضا حتى على روسيا. ولكن طبعا ورفع الحوثيين من قائمه يعني كان تماما اراد ان ينهي عهد ترامب، رفع الحوثيين من يعني من قائمه الارهابيين، وايضا منع الاسلحه المتقدمه عن المملكه العربيه السعوديه، وكانه يريد ان يقدم رهان لايران للعوده الى الاتفاق النووي. طيب اشرت نعم استاذ عبد الحفيظ، اشرت الى بعض النقاط يعني تستحق البحث إضافة إلى ما ذكرته. دعني أسأل ضيفي في الاستوديو لو أذنت لي أستاذ أمجد، يعني أنت تحدثت عن خلل في بنية الدولة العربية، لكن هذا الخلل يفترض أنه كان موجودا قبل مراحل مهمة أو منعطفات مهمة في التاريخ العربي الحديث، قبل الانتفاضة العربية وقبل دخول العراق إلى الكويت واحتلال دولة الكويت. ومع ذلك كان هناك نوع من التماسك العربي، لم يكن هذا الانكشاف الكبير. يعني كان القرار العربي وخصوصا يعني أحد مؤشرات هذا الانكشاف من عدمه كان الموقف من إسرائيل على الأقل، لم يكن هذا الانكشاف واضحا. إذن يعني هذا ربما فيه شيء من رد على الأسباب التي سقتها قبل قليل. أنا أريد أن أقول أنه إلى حد ما بعد أزمة احتلال الكويت سنة 1990 سقط الحياء القومي العربي، فأصبح الحديث عن التطبيع مع إسرائيل هو حديث مباح للجميع، بما في ذلك الدول البعيدة جدا عن إسرائيل. يعني ما علاقة الإمارات بإسرائيل؟ الإمارات بعيدة جدا عن إسرائيل. ما علاقة مثلا الجزائر بإسرائيل؟ يعني ولأنه لم نسمع منها تطبيعا. لكن على كل حال هذا يحيل المغرب ربما. نعم المغرب العربي بشكل عام. وكان تقليديا هناك تقسيم بين دول المواجهة ودول المساندة باعتبار أن هذه الدول بعيدة جغرافيا نسبيا عنه. لكن دعني أركز على أربع مراحل في الحقيقة مر بها هذا الاختراق الخارجي اختصار للفراغ الاستراتيجي العربي. أول مرحلة هي إنشاء دولة إسرائيل في قلب العالم العربي عام 48، وهذا بالمناسبة أسس لمشروع إسرائيلي إقليمي تعاظم بعد ذلك بعد عام 67، ثم
أصبحت إسرائيل هي الوكيل الإقليمي للسياسة الأمريكية التي هي أيضا عامل اختراق خارجي وتوظف فراغ الخليج العربي. هذه مرحلة. المرحلة الثانية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 78، وهي في الحقيقة أدخلت مصر ضمن المنظومة الأمريكية الإسرائيلية للمنطقة. ابتدعت مصر تخصيص. نعم. المرحلة الثالثة المهمة جدا احتلال العراق عام 2003. الحقيقة أنه ليس فقط سقوط البوابة الشرقية، العراق دولة وازنة في النظام العربي إذا كان هناك نظام عربي، وغياب العراق وغياب قيادة العراق وغياب الجيش العراقي يؤثر هيكليا على كل مناطق العالم العربي، وبالذات بالمناسبة الخليج العربي. يعني لم يكن لإيران أبدا أن تحقق ربع مشروعها الطائفي التفكيكي في العالم العربي بدون غياب العراق وبدون تغييب العراق في ظل وجود النظام العراقي. نعم. المرحلة الرابعة والمهمة جدا مرحلة الثورات المضادة العربية. يعني احنا في عام 2011 عندما اندلعت الثورات العربية تفائلنا باننا نحن على ابواب مشروع عربي حقيقي، مشروع يستند الى العدالة الاجتماعية، مشروع يستند الى احترام حقوق الانسان وكرامة الانسان وادميته، ولقد كرمنا بني ادم. يعني هذه اساسا مطالب عادلة ومشروعة. لكن الثورات المضادة التي بدأت في الحقيقة في سوريا بالذات بالتدخلات الطائفية من حزب الله في القصير، ثم من النظام الإيراني، ثم الانقلاب الذي حدث في مصر عام 2013 الذي أعادنا إلى نقطة الصفر تقريبا. يعني الآن المنطقة أصبحت تشهد مشروعات خارجية، مشروع إسرائيلي كبير جدا، مشروع إيراني كبير جدا، هناك أيضا طبعا مشروع تركي، هناك مشروع إثيوبي الآن يحاول أن يهيمن على جزء من القارة الأفريقية على الأقل، ويتصارع مع مصر حول المياه إلى آخره. يعني فخلينا أقول أنه طوال الوقت كان يتم تغييم بالعالم العربي. حتى المرة الوحيدة اللي بعد حرب الكويت سنة 91 في 6 مارس 1991، عندما أعلن إعلان دمشق بين السعودية ومصر وسوريا الذي يعترف لمصر وسوريا بدور في ضمان أمن الخليج، بعيد ذلك بقليل والمتحدة الأمريكية اعترضت على ذلك، وصمم مؤتمر مدريد لإلغاء هذا البعد العربي. ليس مسموحا بأن يحدث تضامن عربي، ليس مسموحا بأن يحدث مشروع عربي. بالمناسبة أنا لست مغرما بعبد الناصر ولا بالرئيس صدام حسين. الحقيقة أنا أقول ما أقوله أنه لا يوجد زعيم عربي يستطيع أن يلقي خطابا لمدة نصف ساعة يستمع إليه الناس باهتمام. وحقيقة هذا ما فهمته منك الآن، في ظل استمرار هذا الانكشاف الاستراتيجي العربي، ما الخطر الذي قد يترتب على الأمن الإقليمي العربي في المرحلة المقبلة؟ هذه وقفة قصيرة ومن ثم نعود لمعاودة الحديث. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الفراغ الاستراتيجي في المنطقة العربية والصراع الإقليمي من أجل ملئه. طيب دكتور أسامة، غياب التأثير السياسي لأركان النظام العربي حقيقة يعني دفع بدول إقليمية إلى قلب المنطقة، وبتنا نشاهد صراعا على المصالح وعلى الهيمنة وعلى توسيع النفوذ، ليس أول أطرافه إيران ولا آخر أطرافه روسيا. هذا الصراع كيف يمكن أن يؤثر على الوضع الجيوستراتيجي للعرب في المرحلة المقبلة؟ أخي الكريم، يمكن أنا أحب أن أنطلق من كلمة بسيطة ولكنها معبرة. دائما إذا كان هناك فراغ فهناك من يحاول أن يملأ هذا الفراغ، وبوجود الفراغ السياسي والاستراتيجي العربي وعدم وجود وحدة كلمة أو وحدة قرار عربي، فإن الدول الأخرى وخاصة الدول التي تتمتع بقدر كبير من الاستقرار وقوة الاقتصاد والقوة العسكرية تحاول أن تستعيد أو أن تفرض نفسها بقوة على هذه المنطقة. طبعا كان النظر أول شيء أن إسرائيل هي موجودة، وكما قال الأخ الكريم أنه هي تمثل أو الوكيل للنفوذ الأمريكي وربما النفوذ الغربي كله في المنطقة. ولكن عمليا في ظل التحولات، لأنه نحن نشهد حاليا عملية إعادة تشكيل العالم تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بتفويض من المنظومة الدولية أساسا،
يعني ليس هناك انفراد أمريكي في هذا الموضوع، وإنما هناك تفويض لأمريكا في إعادة تشكيل العالم. فهنا في هذه المرحلة بالذات أن هناك دول أخرى تحب أن تملأ هذا الفراغ، لأنه هذا الفراغ لا يمكن أن يترك، وغير مقبول دوليا أن يكون فراغا مستمرا، لأن الفراغ يعني الاقتتال، التنامز المذهبي، الميليات، الصراع، عدم الاستقرار، وبالتالي الهجرة والنفور من هذه الأرض والذهاب إلى أين؟ الذهاب إلى أوروبا أو إلى أمريكا، وهذا ما يمثل الخطر الكبير جدا، الخطر الديموغرافي الذي تخاف منه الدول الغربية. لذلك يعني نحن، أنا أتذكر كلمة قالها الأستاذ غسان طويني رئيس تحرير جريدة النهار، وهو من يعني الصحفيين الكبار في العالم العربي، قال أنه حاولت أن أنظر في الخريطة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط فأنا لا أجد إلا ثلاثة قوى، هي إسرائيل وإيران وتركيا. طبعا كانت تركيا لم تكن لسه واضحة أو ما كانت ظاهرة كثير على الحضور على ساحة منطقة الشرق الأوسط، ولكن واضح أنه كلامه كان صادق لأنه لم يجد في المنظومة العربية أي حضور. فهنا عندما نقول بأنه مثلا إيران وتركيا وإسرائيل هم الذين سيملؤون هذا الفراغ، هذا شيء حتمي وطبيعي، وأعتقد أنه ينسجم مع سنة التاريخ أو القانون التاريخي الذي يعتبر أن هناك قوي وضعيف، وبالتالي فإن القوي عليه أن يهامن على الضعيف. أما بالنسبة للمنظومة العربية وماذا تستطيع أن تفعل، يعني هناك الحقيقة هناك أكثر من محور. لو أذنت لي أستاذ دكتور أسامة، يعني نؤخر حديث الحلول وماذا يمكن أن تفعل إلى المحور الأخير من هذه الحلقة، لكن يعني أريد أن أسأل الأستاذ عبد الحفيظ في مكة. يبدو أن مقاربة الدول العربية لمشاكل المنطقة وأزماتها العميقة حصل عليها نوع من التغير، مثلا بعيد دخول الروس إلى روسيا وتجريب أسلحة حديثة جديدة في الميدان السوري، لاحظنا يعني إقبال عدد من الدول الخليج العربي على إبرام صفقات بمليارات الدولارات مع موسكو، ثم بعد ذلك يعني هناك حديث نوع من الحوار السعودي الإيراني لم تنفيه مصادر رسمية من الجهتين، ناهيك عن حوار الآن وتقارب بين الأتراك والمصريين. هل يمكن القول إذا جمعنا هذه حبات العقد إذا صح التعبير وربطنا فيما بينها، هل يمكن القول بأن هناك إقرار عربي بأن دولا إقليمية روسيا إيران تركيا يمكن أن تؤدي دورا في حفظ استراتيجية المنطقة، في حفظ المنطقة وملء هذا الفراغ؟ هل يمكن أن يقول هناك إقرار عربي بهذا؟ حقيقة يعني دعني أنتقل فقط أن ثورات الربيع العربي انهارت مجموعة دول حقيقة، اللي هي سوريا، ليبيا، اليمن، طبعا تكاد تونس تنهار، الجزائر، بس أود أن أوضح أن المغرب حينما طبع مع إسرائيل استعاد الصحراء الإسبانية، السودان حينما طبع رفع من قائمة. أستاذ عبد الحفيظ، لأن الوقت ضيق، وهذا ربما يكون بعيدا نسبيا عن سؤالي الذي سألتك إياه، يعني ألتمس منك فقط يعني التركيز على السؤال، هل تعتقد بناء على ما ذكرته لك من تطورات سياسية، هل العرب مقرون بدور إقليمي لملئه الفراغ الاستراتيجي في منطقتهم؟ دعني أركز على المؤشرات الاقتصادية. المؤشر الاقتصادي حقيقة يعني حتى تتضح الصورة لدينا بشكل حقيقي وواضح. إيران يعني انهارت عملتها 450% يعني خلال 9 سنوات. تركيا انهارت عملتها من ليرة وأربعة قبل إلى 8 و7 مقابل الدولار، يعني انهيار رهيب جدا. المملكة العربية السعودية الآن تقود رؤية قوية، الآن أيضا مصر استطاعت، هي الوحيدة التي استطاعت إيقاف الحرب الشرسة بين حماس وبين إسرائيل باعتراف الولايات المتحدة. الحرب الشرسة من الاعتداء الإسرائيلي على غزة أستاذ عبد الحفيظ؟ نعم نعم نعم، استطاعت مصر، لأنه الحقيقة يعني لا توجد أي دولة، لا تركيا ولا إيران استطاعت إيقاف هذه الحرب الشرسة، استطاع العرب
اللي هي مصر، مصر والسعودية، لأنه كان هناك تنسيق بين وزير خارجية أمريكا، اتصل بوزير خارجية المملكة العربية السعودية وضغط عليه، قال يجب أن توقفوا هذه الحرب. الآن هناك تغير في مواقف الولايات المتحدة، طبيعي كما قلنا نحن هناك فراغ استراتيجي، المملكة العربية السعودية تود يعني الآن هناك في تعاون كبير جدا ما بين الولايات المملكة العربية السعودية وروسيا، اتفاقيات، لكن حتى الآن يعني لاحظ نحن الآن تركيا مثلا صواريخ 400 الآن بدأت تتراجع عنها، المملكة العربية السعودية يعني تود أن تمسك العصا من النص، روسيا تود قاعدة عسكرية البحر الأحمر في السودان حتى الآن هي قيد المراجعة، يعني لا يودون يعني أن يعني أن تكون الولايات لأن الولايات المتحدة الحقيقة تعتبر دولة حاسمة. نحن نعرف ندرك أن جمال عبد الناصر حينما لجأ إلى روسيا يعني لم تنقذ روسيا جمال عبد الناصر، فلذلك المملكة العربية السعودية تقيم شراكات متعددة مع روسيا مع الصين، كانت الصين ترفض أن يكون لها دور أمني واستراتيجي في منطقة الخليج، الآن مستعدة لهذا الدور. لكن نحن نتحدث يعني طبعا هنا ليس هناك أي اتهام للمملكة العربية السعودية ولا حتى لأي دولة عربية، إنما نحن نتحاور في ضوء منطق تحليلي، نريد أن نصل إلى أين المشكلة والخلل. يعني عندما تقوم دول الخليج العربي بتوقيع اتفاق مع مثلا مع روسيا، ثم بعد ذلك يحصل نوع من الحوار السعودي الإيراني، ثم بعد ذلك حوار مصري تركي، يعني هل يمكن أن تقرأه استراتيجيا بطريقة أو بأخرى باختصار من فضلك أستاذ عبد الحفيظ؟ هو لا شك المملكة العربية السعودية تود لأنه إدارة بايدن غير إدارة ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي، ولذلك المملكة العربية السعودية تطالب أن يكون لدول الخليج يعني دور في هذا الاتفاق النووي، لأن المملكة العربية السعودية يهمها وقف النفوذ الإيراني في المنطقة، وإلا تلجأ إلى الصين، إلى استخدام الصين في المنطقة وروسيا، لأن الولايات المتحدة حريصة جدا على ألا يعني يكون هناك تحول كامل، أو لأن الآن الولايات المتحدة اهتمامها حقيقة بآسيا، لكن حرب الحقيقة إسرائيل وحماس أقلقتها، وهي الآن تجد كل الامتنان للمملكة العربية السعودية ومصر لأنهم أراحوها واستطاعوا إيقاف هذه الحرب الشرسة، والآن يعني هناك مرحلة جديدة أنا أعتقد ستدخل نحو الدولتين الفلسطينية، وهناك توحيد بمواقف الفلسطينيين يعني، ومصر الآن لجأت في سد النهضة. طيب يعني في ضوء هذه ثلاثية الصراع إذا صح التعبير على المنطقة، روسيا إيران ودخول الورقة التركية أو العنصر التركي الجديد، أسأل ضيفي في الاستوديو أستاذ أمجد، يعني ربما روسيا التي دخلت إلى المنطقة عبر النظام السوري وحاولت التمدد استراتيجيا في العراق والآن هي في ليبيا، لكن تبقى غريبة عن النسيج السياسي والتاريخي والمجتمعي للمنطقة العربية. إيران ربما تكون قريبة من هذا، لديها مشروع طائفي ويقول مراقبون أنه يعني ممزوج ببعد قومي. يبقى الدولة الثالثة وهي إيران التي ترتبط مع العرب تاريخيا مذهبيا وتتمدد ربما استراتيجيا في المنطقة العربية على قاعدة التفاهم مع هذه الدول وعلى قاعدة تبادل المصالح. هل يمكن لأنقرة أن تملأ فراغا استراتيجيا؟ هل لديها من الإمكانات والمؤهلات والتفاعلات السياسية الإقليمية والدولية؟ هل تسمح لأنقرة بملأ هذا الفراغ برأيك؟ هي لديها صراحة مساحة كبيرة من التحرك، ولديها إمكانيات فعلا كبيرة وهائلة، ولديها تاريخ تعاوني مع العرب ربما لأربعة قرون عندما حكمت العالم العربي، وطبعا انت عارف القوميين في ذلك الوقت كانوا يقولون الاحتلال العثماني للعالم العربي. لكن على كل حال دعني أقول ملاحظتين مهمتين جدا. أول شيء أنه يعني المشروع العربي ليس موجودا ويغلب عليه التكتيكات وليس الاستراتيجيات، وإحنا تقريبا في العالم العربي إدارة الدولة باليوم أحيانا بالقطعة، يعني يمكن بنصف يوم أو حتى بعدة ساعات للأسف، أو إدارة بالأزمات، إذا بدل إدارة الأزمات سميها إدارة الدولة بالأزمات. الشيء المهم أنه بغض النظر عن حصول الإقرار عربي
أو عدم حصول إقليم عربي بالدور الروسي والإيراني والتركي. في الحقيقة لا يمكن فصل العالم العربي عن محيطه الإقليمي. أنا يعني أعد كتابا بهذا المعنى. الآن نحن في مرحلة انتقالية، النظام العربي القديم أصبح الآن نظاما شرق أوسطي، بمعنى آخر تركيا وإيران جزء من نسيج المنطقة، وهي ستدخل في هذا النسيج إما عبر إطار تعاوني اقتصادي أو إطار أمني، منظومة إقليمية أمنية، أو عبر التدخلات الطائفية التي تقوم بها إيران، طبعا المرفوضة من وجهة نظري بكل تأكيد. لكن علينا أن نفهم أنه لا يمكن أن نفصل العالم العربي عن نسيجه الإقليمي الحضاري. وبالمناسبة حتى باكستان هي جزء من هذا النسيج الإقليمي. يعني لا يمكنك أن توازن الأدوار الأمريكية أو تراجع الدولة الأمريكية بعلاقة مع إسرائيل كما تحدث الدكتور عبد الحفيظ. هذا خطأ استراتيجي. إسرائيل ليست جزءا من كيان المنطقة ولا جزء من نسيجها، وغير ذلك هي إسرائيل لا تستطيع أن تحمي نفسها حتى، فكيف ستحمي الإمارات يعني أو ستحمي البحرين؟ وبالمناسبة على ضوء ما حدث في حرب غزة، إحنا رأينا أن السودان والبحرين وكلتاهما طبعت قريبا مع إسرائيل، صوتت ضد إسرائيل في قرار لجنة حقوق الإنسان بإنشاء لجنة تحقيق دولية، وغضبت منهما وطبعا وغضبت إسرائيل بكل تأكيد. عكس الإمارات الذي ذهب سفيرها إلى زعيم حركة شاس والتمس منه الحكمة، وعلى فكرة الذي يحرض على الحراك والمقاومة هو وجود الاحتلال، مش قناة الجزيرة ومش الإخوان المسلمين. يعني الواقع الفلسطيني يدعو للمقاومة، والواقع العربي أيضا هو بائس ويدعو للمقاومة ويدعو للتغيير ويدعو للوقوف ضد هذا الاستبداد المقيم. طيب دكتور أسامة، يعني فرضية أو مشهد أو سيناريو الموضوع ملء تركيا لهذا الفراغ الاستراتيجي قد يكون بعيد المنال لأسباب كثيرة، هو أن كل دول المنطقة بحسب كثير من المراقبين بما فيها تركيا وإيران وحتى روسيا تتحرك في المنطقة وتتمدد في ضوء من الغطاء الأمريكي أو القبول أو غض الطرف الأمريكي، وبالتالي فإن كثير من المراقبين سواء في مراكز الثانك تينك يعني في الغرب أو حتى في المنطقة العربية يقول بأن يحمل نوعا من النظرة التشاؤمية بأن الدول الوحيدة بعد أمريكا القادرة على ملء هذا الفراغ في المنطقة العربية هي روسيا أو الصين أو الاتحاد الأوروبي، وأن صراعا على النفوذ في المنطقة العربية بين هذا الثلاثي قد يكون أقرب مما يتخيله أو يظنه الكثيرون، وأن هذا الصراع سينتهي بتقاسم نفوذ. هل ترى الأمر على هذا النحو؟ الكريم، أنا أعتقد بأننا نعيش الحالة ما قبل الحرب العالمية الأولى، عندما كان هناك حضور دولي ليس فقط للولايات المتحدة أو للدول الأوروبية أو ما تمخض عنه من تشكيل مجلس الأمن والمقاعد الستة الثابتة لتلك الدول. يعني نحن في مرحلة تغيير دولي، وبالنسبة للدور الإيراني أو الدور التركي في المنطقة هي بالنهاية أنا أعتقد ويعني حسب ما هو واضح أن هذا التحرك خارج عن أو ليس خارجا عن الرقابة الأمريكية الموجودة في هذا الأمر. يعني حتى هي أساسا دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط كما قلنا بسبب الفراغ، رغم أن هناك محور عربي أساسا يحاول ويقاوم التمدد التركي أو محاولة تركيا أن تتمدد في العالم العربي. يعني نجد المحور الإماراتي السعودي المصري يضيق ذرعا بمحاولة تركيا أن تمد نفوذها في هذا الموضوع، على عكس يمكن المشاعر الجماهيرية العربية التي تجد في تركيا منفذا ومنقذا للواقع المتردي الموجود في تلك في هذه المنطقة. أما بالنسبة لقضية هل هناك سيحصل تجانس بين تلك القوى أم لا، طبعا بالنهاية سيحصل نوع من التقاسم، ولكن الآن هناك عدم وضوح رؤية أو عدم تفاهم بين هذه الدول التي تسعى إلى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مع تحويل بحيرة الشرق الأوسط يعني البحر الأبيض المتوسط إلى مصدر من مصادر الغاز في العالم. ونجد أنه مثلا تركيا في حالة خصومة، وخاصة خصومة يمكن شخصية وخصومة دولية بين أردوغان وبين الرئيس ماكرون، وذلك التخاطب الغير ودي بين الشخصين. كذلك نفس الشيء بالنسبة لمحاولة روسيا الدخول من خلال سوريا، وكذلك دخول إيران إلى المنطقة من خلال البعد يمكن الأيديولوجي، وإن كنت لاحظت عمليا أن البعد الأيديولوجي الشيعي أصبح يخف إلى حساب
ما نقول الحسابات السياسية الخاصة. يعني إذا أردنا أن نأخذ الجانب الأيديولوجي الديني فإن الأحداث التي حصلت مؤخرا تدل على أن هذا الاعتبار أخذ يتراجع. وأعطيك الدليل، مثلا الحرب بين أرمينيا وبين دولة أذربيجان، أذربيجان وناغورني كاراباخ. يعني تركيا السنية هي التي حققت الانتصار لأذربيجان الشيعية، والآن نجد غزة في حرب، الحرب الصواريخ بينها وبين إسرائيل، يعني حققت نوع من مثل ما بيقولوا ضربات جزاء أو بالأرقام على إسرائيل، يعني علمت على إسرائيل من خلال قدرتها الصاروخية على الوصول إلى مناطق لم تصل إليها أي دولة عربية ما عدا يمكن الرئيس صدام حسين. فإيران شيعية ساعدت حماس السنية. فإذا البعد الإيديولوجي رغم أنه حاضر طبعا وهو في حالة انكفاء لصالح الحسابات الدولية التي لا تقوم على مفهوم العقيدة أو الإيديولوجيا فقط، وإنما على حساب الاقتصاد والأرقام والنفوذ السياسي. جميل. وهو طبعا موضوع مساعدة إيران لحماس هو ونفاه خالد مشعل الذي يعني يقول بأن غزة مكان مغلق مصمت لا أحد يستطيع أن يصل إليه ولا أن يمرر إليه أي شيء، طبعا بحسب كلام خالد مشعل. أن أذهب إلى مكة وألتمس من ضيوفي الكرام الاختصار قدر الإمكان لأنه لم يبقى لدينا إلا القليل من الوقت. هناك كان نوع من التفاؤل العربي الواسع حقيقة أستاذ عبد الحفيظ عندما سعت السعودية إلى تشكيل تحالف عربي للسيطرة أو للجم تمدد ميليشيات الحوثي في اليمن، ضمت مصر، ضمت المغرب، السودان وعدد كبير من الدول الخليج العربي بدعم لوجستي واستخباري أمريكي. لكن بعد ذلك صرنا نشاهد أن هذه الميليشيات، ميليشيات الحوثي، صارت تمارس اعتداء يوميا على مدن السعودية، وصارت هذه المدن في مرمى نيران هذه الميليشيات. لماذا أخفق هذا التحالف وغيره من التحالفات العربية في تشكيل حالة من 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 السلطة، ملء الفراغ في المنطقة العربية؟ صحيح، سؤال مهم جدا. أولا التحالف السعودي المصري تحالف استراتيجي وليس تكتيكي. أنا أعتقد كما ذكرت أنت أستاذ جهاد، المملكة العربية السعودية لا تقاتل نيابة عن أحد، يعني يجب أن يقاتل الشعب اليمني عن نفسه. الآن لما كما وضعت مصر لتركيا خط أحمر في مثلث النفط، كذلك هنا المملكة العربية السعودية وضعت خط أحمر في مأرب، يعني الاستيلاء على مأرب خط أحمر. وكما مصر نجحت في ضرب قاعدة الوطنية، أيضا المملكة العربية السعودية الآن ضربت الحوثيين وأفشلت قدراتهم في الاستيلاء على مأرب لأنها مركز النفط. فالمملكة العربية السعودية وكما ذكرت أنت التحالف، لأنه هو مرتبط طبعا. نحن حينما أنت تقول أعترض على كلمة ملء الفراغ ببعد أيديولوجي، ممكن نقول إقامة الشراكات مع روسيا، مع الصين، مع حتى مع الولايات المتحدة، لأن كلمة ملء الفراغ الحقيقة هي بأبعاد أيديولوجية تتسبب في الصراع في المنطقة. وهذا ما حدث مع تركيا حين، وتركيا إلى 2015 كانت جزء من التحالف السعودي التركي في سوريا. فحينما بدأت تركيا ببعد أيديولوجي دخلت في صراع مع المنطقة واستبعدت من منتدى الغاز في شرق المتوسط، الآن اكتشفت خطأها. فيجب أن يعني التحالفات التي أقامتها المملكة العربية السعودية، مصر تعاني من تحديات في سد النهضة، تعاني كانت في الحرب على الإرهاب في سيناء في ليبيا، فلا يمكن أن تشارك في التحالف العربي في اليمن، وهي سبق أنها ضربت في اليمن. نعم. طيب وضحت الفكرة وأشكرك على التزام بالوقت. أذهب إلى طرابلس حتى أختم معك أستاذ أمجد. دكتور أسامة، يعني قبل قليل قبل الفاصل قلت بأنه لا مناص من تدخل هذه الدول الكبرى، وضربنا أمثلة بالاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وأنه الأمر يعني سينتهي بتقاسم نفوذ بين هذه القوى الثلاث. هل أفهم من كلامك أن الأمر محتوم، أن قدر العرب أن يملأ فراغ الاستراتيجي في منطقتهم من قبل هذه القوى الغريبة عن المنطقة، أم أنك لديك قراءة أو استقراء
لطبيعة مواقف الدول العربية وتحركاتها الأخيرة وتحالفاتها البينية. إذا ما قرأت هذه الرقعة، هل يمكن أن نلحظ وجود إرادة عربية ولو في مهدها لتحقيق تكامل عربي يحمي الأمن القومي للعرب؟ والله أخي أنا يعني إذا أخذت من الناحية المبدئية أو الناحية العاطفية فإنني أستطيع أن أقول شيء اسمه الوطن العربي أو الدول العربية، ولكن ثبت من خلال المسار التاريخي وخلال 100 سنة ثبت أن العروبة أو المفهوم العربي أو الأمن العربي هو شيء غير موجود، وإنما هناك ما يسمى بالأمن الأمن الخاص بكل دولة من الدول العربية. يعني معلش عفوا بهالتعبير، دول الخليج بهم أمن الخليج، ما بهم يمكن كتير أمن الجزائر أو الأمن المغرب أو أمن دول أخرى. وهذا منه يعني ليس عيبا، ولكن خلينا نقول أنه عندما يحدق الخطر ويكون الخطر قويا على الجميع، الكل يفكر بطريقته الخاصة وبحساباته الخاصة. وما دليل الإقبال على التطبيع مع إسرائيل إلا أحد هذه المؤشرات التي تدل فعلا أن كل دولة عربية تحاول أن تحمي نفسها بنفسها. أما نتحدث عن قومية عربية وأمن عربي واستقرار عربي واستراتيجية عربية، فأنا الحقيقة رغم أنه نسمع بالخطاب السياسي بعض هذه الأمور، ولكن نحن مللنا بها كشعب عربي. يعني هذا المفهوم لا يترجم إلى واقع حقيقة. وبالتالي أنا أعتبر أنه نعم قدر الأمة العربية في هذه المرحلة على الأقل أنه هناك قوى هي التي ستتقاسم النفوذ فيما بينها. طبعا يمكن منطقة الخليج ستكون محظوظة إلى حد واضح من خلال أنها تملك القدرات النفطية الهائلة والتي تجعل من الهيمنة الدولية عليها تحقق لها درجة كبيرة من الاستقرار. رغم أنه حتى عندما نتحدث عن الأمن القومي العربي يا أخي، خلينا نقول هناك ما يسمى بالاتحاد الخليجي. الاتحاد الخليجي طيب ما الذي يمنع دول الخليج من أن تتحد فيما بينها وهي ظروفها الاقتصادية والمالية والسياسية متقاربة؟ طيب ما عملوا اتحاد، ما عملوا اتحاد لحديت هلأ، فكيف نتحدث عن أمن قومي عربي وعن استراتيجية عربية؟ إذن أنا مني شايف أبدا في المرحلة القادمة أنه في منطق عربي بالسياسة في منطقة الشرق الأوسط. جميل، إذن يعني أختم معك أستاذ أمجد، يعني محاولة السعودية لم شمل نوع إلى حد ما يعني تأسيس تحالف عربي ليست أول محاولة عربية تخفق، سبقها محاولات كثيرة. سؤالي هو ما الذي يمنع العرب من تشكيل قوة مركزية تحمي الأمن القومي العربي من التدخلات الخارجية؟ وهذه مسألة لا تحتاج إلى عاطفة وإنما تحتاج إلى إعمال عقل ومصالح. أنا دعني أختلف قليلا مع الدكتور أسامة قليلا في أنه لا، أنا أعتقد أن المستقبل إن شاء الله سيكون فيه مؤشرات جيدة. لكن ردا على سؤالك، طبعا الاختراق الخارجي الطويل هو يولد صراعات عربية. يعني وجود أمريكا سواء وجودها العسكري أو وجودها الأمني أو وجودها الاقتصادي أو وجود إسرائيل أو وجود مشروع إيراني، كل هذا يعيق التضامن العربي بكل تأكيد. لا تنسى أنه أيضا حالة العلاقات العربية العربية ليست على ما يرام. نحن كنا نتحدث قبل 6 أشهر أو أقل عن حصار قطر، ونتحدث عن حرب على اليمن، ونتحدث عن تفكك دول عربية، لا يوجد علاقات عربية عربية جيدة. وأيضا هناك تدهور في العلاقات العربية الإقليمية، وأنا قلت قبل قليل أنه مستقبل العرب جزء منه مربوط ببناء علاقة جيدة مع محيطهم الإقليمي. سبل إحياء يعني تماسك عربي، ما برأيك باختصار بدقيقة ونصف؟ أنا في رأيي أنه يجب دعم منطقة التغيير، تشجيع دور الشباب، الاعتماد على الذات العربية الإسلامية. على فكرة البعد الشعبي العربي مهم جدا جدا، كما رأينا في حرب غزة. غزة أنجزت هذا بالمناسبة اعتمادا على قدرات مهندسين وسلاح أنفاق وشيء من هذا النوع، وهذه قدرة ذاتية بالمناسبة. الصواريخ الفلسطينية بدأت عام 2001 كان مداها 2 كيلومتر، الآن أصبحت 220 كيلومتر أو 250 كيلومتر عندما قصفوا مطار رامون جنوب النقب. يعني نحن نتحدث أنه هناك إمكانية لحدوث ثورات عربية جديدة إذا أعطيت الفرصة للشباب. بالمناسبة قدرة مصر على الحركة وعلى إنقاذ فلسطين وعلى إنقاذ نفسها هي ستزيد كلما حدث تغير جذري في مصر أو إصلاح جذري أو ثورة جديدة شيء من هذا النوع. أمن مصر مرتبط بمحيطها، وكذلك على فكرة أمن العرب. يعني مصر لا تستطيع أن تفصل نفسها عن السودان حيث أمنها المائي، ولا تستطيع أن تفصل نفسها عن علاقات جيدة مع إثيوبيا إلى آخره. آخر نقطة أريد أن أقولها، سلوك إيران سيتغير إذا تغير العالم العربي نفسه، إذا حدث التغيير. يعني بالمناسبة عندما حدث ثورة في مصر
ومن أشاد بثورة الشباب المصري واعتبرها جزء من الصحوة الإسلامية، كانوا يحاولون أن يمدوا علاقات مع مصر لأنه فعلا دورها مهم جدا وهي قادرة على تحريك بقية المشهد العربي. نعم، لكن هذا الدور حتى الآن لم يترجم حقيقيا على الأرض. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، ومن طرابلس اللبنانية الدكتور أسامة كبارة رئيس المركز الإعلامي للتنمية البشرية ودراسات الشرق الأوسط، وكان معنا من مكة أيضا الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، نترككم في حراسة الله.